يلا الرد. يلا تفتحوا رقم وبتردوا. ثلاثة ساك تردوا اثنين. شو رقم؟ خلينا نفتح ال خمسة. ثانك خمسة. اه هيك؟ لا انت بدك ثانك. شو انواع؟ عم بدق لي ما في بطل بدق لي. شو ها؟ حبة دواء. دواء في كثير في غنية بدواء كثير مهضومة. دواء ما فينا في صيدلي. فيها تكون حبة حبة زيتون مثلا. صيدلي 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 بلا فيها تكون حبة زيتون. فيها تكون حبة زيتون؟ لأنه حبة. لأنه كان في عندها غنية حلوة هي على بالها تغنيها هيك على الزيتون. تبعت فيروز؟ ايه تزبط؟ يلا ايه كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون كان غير شكل بفتح 3 ساين لحدا قاعد عم بيطلع على الساعة ناطر شي نقلوكن ساعة بالليل وأنا وحدي وفجأة بقل الباب شي بعدني عم حط راسي على الخدي وفتحت الباب بسرعة وضربت خليته يوقع على الأرض فردو اللي كان بيته وربطته بالحبل ضعبيته قد ليه وربطته بالحبل ضعبيته قد ليه ولميت الجيران لميت الجيران عصاريخ عصاريخ عيدا 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 في دو إذا بفتحها لازم تكون عرفت الغنية أصلاً هلأ وإذا فتحتها بيرجع بيروح الدور لعندهم إذا غنيتوا الدو يعني بيحذروا هن الغنية الفرق يعني إذا حذرناها هلأ بلا ما نفتح هذا بنربح بتكونوا بتربحوا تينا حذرتها تينا حذرتها تينا أخدودك أنا أخدك حب أخدك حبة لولو مظبوط أخدودك أخدك حبة لولو 10-6 على اللولو قاسي قاسي الحب كتير ما عنده ما عنده لكبير قاسي قاسي حبي كتير ما عنده ما عنده لكبير ولا صغير الأمير بيت أمير اللي بيحبه هاي بيقولوا أمير بيبقى أمير اللي بيحبه هاي يلا حبك حبة لولو خليت الليل بطوله فتش عن أسرار الحب ما أعرف شو مفعوله أخذ بي حبة لولو خلي
عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله تعرف شو مفعوله. Thank you. لازم تعرفوا مفعول هيدي الحلقة عند الناس لأنه خلصت الحلقة. خلصت الحلقة. كأنه هلا بلشت عن جد. هلا بلشت. كأنه هلا بلشت. ودع المشاهدين وبنكمل نحن الصحيح. لا بكفوا معنا ما هيك؟ بكفوا معنا؟ باش بدي اتشكر وجودك معنا. القوة. شكرا كثير. من سوريا كرمالنا، ثانك يو. لاتويا وير ويتينغ فور يو، يعني هيدي الموهبة أكيد ما لازم تبقى بالبسيكولوجي. 100%. تينا. Thank you. Thank you. كنت كثير مهضومة. Thank you. ربيع شو بدنا نقول لك؟ أهلا وسهلا فيك. عدوة دايما. تشرفت أكيد. مشاهدينا بشوفكم جمعة الجاي بنفس الموعد، في هيك بنغني كل سبت، ما تنسوا، بس بعد في هاي الغنية. بعد في هاي الغنية. اللي بيحضرها بياخذ آخر علامة، بنغني وبنفل على البيت، والمشاهدين إذا بدهم يتعشوا أو شيء ما بعرف. اسمها على اسم آلة موسيقية. عود. عود؟ هي المدللة عند بيا وهو بيحلم بالثروة. سمعت شي بدينته الشمال. كل مرة بيبعت بنته تقطع لوتو وتشوف له نتيجة السحب السابق. بكمل ولا ما بكمل؟ شوي بعد. نحن بيان شوي وانتصر. أنا قلت لكم سمعت شي بدينته الشمال. أنا شوي. ومتفق معه. إنه إذا ربحان بتدق على الباب بقوة. للأسف بترجع بنته وبتوقف على الباب ودينت الشمال قبل شوي سمعت شيء وبتوقف على الباب بس ما بتدق لأنه ولا مرة بيربح ولا شيء. وهو جوا بيصرخ ودق دق دق يا رب. Take me out of here.